حقيقة بما أنه الواقع متخم بالألم، فأنا أحاول أبحث عن الجانب المشرق بالحياة، أرسم بإحساس الطفل ولغة الطفل، لأنه هي أكثر لغة متسامية. ستار كل فترة عنده تحولات جديدة بالأسلوب، بس يبقى محافظ على البصمة الرئيسية اللي هي العمل بروح الطفولة، لأنه يحب الصدق، يحب الشفافية في طبعه، ويقدر أنه يعبر عنها بطريقة حرة. مبدئيا سعيد بأن يعني أحضر لهذا المعرض اللطيف، معرض بروحية خاصة، بروحية الطفل، بعوالم تكاد تكون خاصة لستار درويش، أجواء جميلة، حتى هنا استخداما للون الأسود استخداما من أجمل ما يكون.